عودها ولعبها اللي واخد بالك. باسم عوده كويسه، باسم لعبه كويسه، كورته عاليه جدا. باسم هجوم في الشوط الاول، الشوط الاول وعامل جبهه مع حمودي في الشوط الاول رائعه. فالمجمل الفني بالنسبه لخط الظهر وحارس المرمى امتياز، لان انا ما راحتش عليا ما سجلتش جول، الاخطاء قليله جدا، لا في فاولات على ال 18 ولا ضربات جزاء ولا حاجات كتيره جدا. يحسب لخط الظهر النهارده بصرف النظر عن ضعف المنافس، قوته الهجوميه مش كتيره، ما